فخريب كان جاي بقوة السرعة. نعم. السرعة من وصلنا الرشيدية جرب السرعة 6 أيام داز الكرجاوج بغا يبدل الموجة وداز وحنا وقال تنقولوا فين تينا فين تا تيقولنا سكتوا علينا واش بغا يقتلنا وخاصو البوليس. وكيفاش نقتي راسك انت من كيفاش تحتي حتى لقيتي راسك وسط لك؟ بقات تدفع فينا تدفع فينا تدفع أربعة تقول لي بطل هنايا بغى يقتلنا. وكيفاش خرجتي انت من وسط الماء وكيفاش يعني حتى لقيتي راسك؟ بقيت سادة عيني وخرج كل شيء وطلعت انا راسي. كيفاش خرجتي من يعني من اش من جهه وكيفاش خرجتي حتى خرجت من الشرجه المربع. نعم. للفوق. نعم وسمعتي الناس يعني كل شيء كيغوت. واه وبابا كان تيقلب على ماما في الجهه الاخرى جات ماما في الجهه الاخرى وطلعها. الكار جاي بسرعه صراحه الله جاي بسرعه السرعه مفرطه ماشي الناس بقاو كيغوتوا ملي وصل الواد الناس كيغوتوا قالوا لي وقف حبس في غادي فين في غادي قلت له حنا فين كل شيء كيغوت كلشي كيغوت وما سمعش كاع هضرتنا حنايا وقف الكار في الوسط صافي هو تجي ديك الموجه جات تروح الكار رحت وصلت انا كنتقلبو كلشي كيجي هذا الكار الناس كتقول كلشي كيجي هذا كيطلبوا الله كلشي ساهل كلشي داكشي كيفاش انت حتى خرجتي من المسلمه انا كيطلع كيطلعني الماء فوق ونعاود نهبط والناس كنطلع كيعفطوا عليا الناس عاد واحد اللحظه صافي قلت باقي ربي ما كتبليش نعيش وطلقت راسي قلت صافي غنموت عاد عاوتاني بحال شي حاجه قال لي لا نوضي عاد بقيت عاوتاني عاد ما يطلع لي الماء عاد شديت في هذيك الحديده بقيت كنغوت عاد واحد الناس هما اللي نقذوني. الاخ ديالي اللي كيتصل بالام ديالي قال لها راه درنا حديثه راه محمد وعمران ما كاينينش راه داهم الواد. انا فاش قالتها لي الام ديالي بديك اللحظه صافي لبست حوايجي بالجرا انا والاخت ديالي سبقنا حنا على ما يجيو خوتي الاخرين جيت كيقول لي راه قال لي راه محمد وعمران مازال ما عندهم حتى شي اثار. انا قلت ربما غادي يكون واحد نقدهم واحد تكون فيه ذره الانسانيه ونقدهم صافي تلقينا الخبر بان عمران بعدا جابوه بعدا متوفي مسكين حالته حاله صغير بالغيث ديالو بكل شيء ديالو نيت حاله يرتله ما نكذبش عليك. الاخر مازال لحد الان كنقلبوا عليه مازال ما لقيناه اللي كيقرا في التسعه ما عرفناش واش ميت. الناس كيقولوا لك شافوا واحد قاطع الشارع واحد كيقول لك راه طلع فوق واحد الحجره ما عرفناش شكون الخبر اللي صحيح واش هذا الولد ميت ولا حي. لحد الان مازالين مصدومين صدمه ديال الولد بارئ شنو دار ذاك الولد اللي مات. خاص السلطات يديروا شي حاجه اللي مشى بسرعه فائقه يدخل الحبس لا بغيت نحبسوا ولا يمشيو ارواح بريئه. شعور ما نقدرش نوصفه لك راه الله اللي عالم بينا راه ثلاثه اربعه النفوس ضاعوا لينا لحد الان يلاه لقينا الاخت ديالنا وثلاثه الاطفال باقيين صغار باقي ما لقيناهمش الغالب الله معاناه لا تتصور. والام ديالي مريضه والحاله ديالها ميرسله الصراحه هو الناس المساكن اللي وقعوا في هذه الفاجعه هذه الناس بسطاء الناس ضعاف.